خلينا نعيش مع حضراتكم في ترند الاهلي النهارده والكلام اللي على السوشيال ميديا بخصوص الفريق وبخصوص النادي بشكل عام. خلينا نبتدي بحساب في الجول على انستغرام واللي بيتكلم عن مصير ريني فايلر وبيقول لك الاهلي يخير فايلر وينتظر قراره الاخير. خلينا اقول لحضراتكم ان الامور كلها في اتجاه الاجتهادات ليس الا. ممكن تكون اجتهادات مبنية عن معلومات حقيقية وممكن تكون اجتهادات لمجرد الاجتهاد. يبقى أنا اسمي أنا قلت إن الخبر والخبر طلع صحيح لما الأهلي يعلن يوم الخميس. فخلينا نترقب خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش إن شاء الله. يعني يوم الخميس تحديدا الأهلي هيعلن بشكل نهائي عن مصير الجهاز الفني. يلا كورة وأكيد كمان بيتكلموا على مستر ريني فايلر. كيف يفكر الأهلي بشأن خليفة فايلر حال رحيله وبيقولوا بعض الأسماء اللي ممكن تكون مطروحة لتعويض المدرب السويسري. في كل الأحوال ولازم أكد على حضراتكم أيا كان إيه هو السيناريو فالأهلي جاهز ليه بنسبة 100%. يعني موجود مستر فايلر خلاص أنت كده مش محتاج سيناريوهات، أنت هتدعم الراجل وتشتغل معاه وتكمل إيه شغلك معاه. مش موجود فايلر أنت مجهز سيناريوهاتك على طول مش هتاخد وقت خالص يعني. فده بخصوص كمان حساب يلا كورة. الوطن سبورت بيتكلموا حسابهم على تويتر بيقولوا بالأسماء القائمة النهائية للمرشحين خلافة فايلر في الأهلي. لو تفتكروا حضراتكم قبل ما الأهلي يعلن عن مستر ريني فايلر كمدير فني من سنة وشهرين كده تقريبا يعني 31 أغسطس 2019 كان الكلام كله على أسماء كتير جدا جدا. وأنا فاكر في البرنامج بتاعنا القديم هنا في قناة الأهلي كنا بنتكلم عن أسماء كتير والناس ونقرأ محركوا عن عنوان الصحف والمواقع وكل يقول لك اسم من هنا واسم من هنا واسم من هنا. فوجئنا في الآخر بمين؟ باسم مختلف تماما اللي هو مستر ريني فايلر. دلوقتي بيحصل نفس السيناريو وهيحصل مع كل تغيير جهاز فني إذا رحل مستر ريني فايلر. لكن ممكن برضو لو رحل الراجل تتفاجئوا باسم مش على الساحة أصلا، وده احنا متعودين عليه من خلال النادي الاهلي الناس تشتغل في صمت وفي هدوء تام عشان يختاروا القرار الانسب. وفي الحقيقه قراراتهم بصراحه التجربه اثبتت ان قراراتهم صحيحه بدليل طبعا مستر ريني فايلر مدير فني مميز جدا حتى لو رحل على النادي الاهلي في الحقيقه. يعني خلينا كمان نروح لسوبر كوره حسابهم على فيسبوك وبيقولوا لجنه التخطيط تحسم مصير النيجيري اجايه مع الاهلي بالانتقالات الصيفيه. يا جماعه الكلام ده غير مطروح اطلاقا دلوقتي. مصير اجايه لاعب مهم جدا جدا في صفوف النادي الاهلي. قبل كل ده انت مقبل على بطوله مهمه او بطوله دوري ابطال افريقيا، فمن غير المنطقي اطلاقا غير المنطقي انك تتكلم في رحيل احد العناصر الهامه جدا في تشكيل النادي الاهلي. ممكن بعيد عن مستواه في بعض المباريات لكن انت عارف قدراته كويس جدا، عارف مهاراته وامكانياته كويس جدا واللي بترجحك في المباريات الكبيره بكل تاكيد. فجونيور اجايه من العناصر الاساسيه والمهمه جدا واللي في حاله قناعه تامه عند كل المسؤولين سواء لجنه التخطيط جهاز فني في النادي الاهلي. فالكلام عن اجايه في التوقيت ده يعني مش منطقي اطلاقا. طيب الاهلي اليوم بدعم كهربا، ده حسابهم على فيسبوك وبيقولوا كلام جيد جدا في حق كهربا ان هو بيحاول يرجع لمستواه تدريجيا. احنا تعليقنا على كهربا في الحقيقه ان كهربا على مدار المباريتين ثلاثه اللي فاتت اللي لعبهم ملاحظين قوي ان هو بيعمل مجهود كبير جدا جدا عشان يحاول يستعيد مستواه في اسرع وقت ممكن، ودي حاجه تحسب لكهربا في الحقيقه. الراجل عايز يبان ان هو موجود، عايز يبان تاثيره مع النادي الاهلي، فبيشتغل شغل جامد جدا ومجهود رائع واضح في الملعب. مع تولي المباريات هيقدر كهربا ان هو يرجع لمستواه طبعا اللي احنا عارفينه كلنا، ولازم نديله بعض العذر لانه كان فتره كبيره جدا بعيد عن الملاعب. طيب